نعم، الآن لدي المبرهنة التالية. تقول المبرهنة: يتطابق، أو عفوا، إذا تطابقت زاويتين متقابلتين في مثلث، أو إذا تطابقت زاويتين في مثلث مع زاويتين في مثلث آخر، كان المثلثين متشابهين. نعم، يعني إذا كان في عندي مثلث اسمه ABC ومثلث A فتحة B فتحة C فتحة. نعم، إذا تساوت زاويتين من الأول مع زاويتين من الثاني، يكون هذين المثلثين متشابهين. نحن من شوي كنا عم نحكي عن تعريف التشابه، هلق بدي أبحث في معايير التشابه. راح أبحث في معايير التشابه، لأنه مو نحن دائما لنثبت أنه مثلثين متشابهين لازم أبحث على الأضلاع ضلع 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 والزوايا زاوية زاوية زاوية. هناك معايير للتشابه، هذه المعايير راح أتناولها وفق مبرهنات، حيث في هذه المبرهنة تقول إذا تطابقت زاويتين في مثلث مع زاويتين في مثلث آخر، كان المثلثين متشابهين. يعني المثلث ABC يشابه المثلث A فتحة B فتحة C فتحة، إذا كانت مثلا الزاوية A تساوي A فتحة والزاوية B تساوي B فتحة. المقصود في المبرهنة يتشابه مثلثان إذا تساوت زاويتين من الأول مع زاويتين من الثاني، كما هو موضح لدينا في هذا الشكل. انظر إلى المثلثين ABC و A فتحة B فتحة C فتحة. لاحظ الزاوية A في المثلثين ABC، أي انظر في المثلثين ABC و A فتحة B فتحة C فتحة، في هذين المثلثين ABC و A فتحة B فتحة C فتحة. نعم، إذا تحقق أن الـ A، واضح أن A تساوي الـ A فتحة والـ B تساوي الـ B فتحة، هذا يؤدي المثلث ABC يشابه المثلث A فتحة B فتحة C فتحة. نعم، يعني تحصيل حاصل من هالكلام، أنا بقدر أثبت تشابه مثلثين إذا أثبتت تشابه زاويتين من الأول، تساوي زاويتين من الأول مع زاويتين من الثاني. يتشابه مثلثين إذا تساوت زاويتين من المثلث الأول مع زاويتين من المثلث الثاني. نعم، لو سألتكم سؤال: متى يتشابه مثلثين حسب المعيار الأول؟ من يجيبني؟ نعم، متى يتشابه مثلثين حسب هذا المعيار؟ إذا تساوت، نعم أسمعكم، نعم إذا تساوت زاويتين من المثلث الأول مع زاويتين من المثلث الثاني. مين بعيد هالكلام؟ أسمعكم، تفضلوا. إذا تساوت زاويتين من المثلث الأول مع زاويتين من المثلث الثاني. تماماً، إذا تساوت زاويتين من المثلث الأول مع زاويتين من المثلث الثاني، كان المثلثين متشابهين. يعني هلأ راح يقول أثبت أن، نعم أسمعك، هلأ الأضلاع راح يقول الأضلاع حسب هذا المعيار ما لهن علاقة. أنا عم بقول راح نتناول معايير للتشابه. الكلام اللي كنا نبحث فيه كان اسمه تعريف، ولكن هذا معيار أول. معيار أول: يتشابه مثلثين إذا تساوت زاويتين من الأول مع زاويتين من الثاني. يعني هلق بس أنه قال لك أثبت أن المثلثين متشابهين، لازم تبحث عن زاويتين متساويتين أو زاويتين من الأول تساوي زاويتين من الثاني. مثلا أنا إذا قال لي أثبت أن المثلثين ZKL، لاحظ المثلث ZKL والمثلث ZXY متشابهين،
اثبت ان المثلثين زد كي ال وزد اكس واي متشابهين، انظر المثلثين موضحين بالشكل زد كي ال زد اكس واي متشابهين. ومن الواضح ان طلاب اذا انا بدي ابحث على الاضلاع حسب التعريف ضلع 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 والزوايا زاوي زاوي زاوي، الامر شاق، لذلك انا بحاجه الى معايير. انا بعرف المعيار اللي بيقول لي يتشابه مثلثين اذا تساوت زاويتين من الاول مع زاويتين من الثاني. يعني انا اذا اوجدت زاويتين من المثلث زد اكس واي تساوي زاويتين من المثلث زد كي ال، نكون اثبتت ان المثلثين متشابهين، هذا وفق هذه النظريه، اليس كذلك؟ اذا لاحظوا طلاب، لدي الزاويه زد اكس واي ماذا تساوي؟ اريد اجابه. 70 70 درجه. ممتاز، هاي وفق المثلث الاول. الزاويه زد كي ال كم تساوي هنا؟ 70 تمام، معناته الزاويه زد اكس واي تساوي الزاوية زد كي ال، يعني هاي زاوية بتساوي زاوية، لازم كمان أوجد زاوية بتساوي زاوية أخرى. لو أمعنت النظر في هاتين الزاويتين المتقابلتين بالرأس، جميعنا يعلم أن الزاوية، نعم جميعنا يعلم أن الزاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين، أليس كذلك؟ انظر، أليس أن X زد Y تساوي L زد K متساويتين بسبب التقابل بالرأس؟ نعم، صفى عندي زاويتين من الأول بيساوي زاويتين من الثاني، وعليه يكون المثلثين ZXY وZKL متشابهين. نعم، انظر شو بدنا نصيغ الحل. أقول لدي الزاوية ZXY ZXY، نعم، تساوي الزاوية ZKL والتي تساوي 70 درجة. هذا الكلام فرضا من شكل المسألة. ولدي أيضا الزاوية XZY XZY تساوي الزاوية LZK بسبب التقابل بالرأس، زاويتين من الأول مع زاويتين من الثاني. هذا الكلام شو بيعطيك؟ أن المثلثين ماذا يكونان؟ أريد الإجابة. متشابهين. أحسنتم، مثلثين متشابهين. ممتاز، إذن وبالتالي تساوت زاويتين من الأول مع زاويتين من الثاني، فحسب النظرية السابقة المثلثين ZXY وZKL مثلثين متشابهين.